بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا باستشهاد الإمام الحسين عليه السلام، رزقنا الله وإياكم زيارته والطلب بثأره في الدنيا والفوز بشفاعته في الآخرة. السلام على المحتسب الصابر، السلام على المظلوم بلا ناصر. إن من إحدى التغييرات التشريعية التي طرأت بعد شهادة الإمام الحسين عليه السلام بأن هناك أحكاماً معينة ترتبط بالتربة الحسينية أدخلت في أحكام تجهيز الميت قبل دفنه وكذلك بعد وضعه في القبر، حيث أن هذه الآداب وهذه المستحبات لم تكن موجودة قبل استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، ولكن الله سبحانه وتعالى قدر بأن تكون هذه الأحكام موجودة بعد شهادة الإمام الحسين عليه السلام بيانا لفضله وبيانا لفضل تربته الشريفة. من هذه الآثار ومن هذه الأحكام وضع لبنة من التربة الحسينية مقابل وجه الميت في القبر، حيث أن هذا الأمر وهذا الفعل المستحب سوف يقي الميت من عذاب القبر ومن ضغطة القبر بفضل التربة الحسينية. فقد وردت في ذلك روايات عديدة، منها رواية الإمام الكاظم عليه السلام حيث رواها جعفر بن عيسى، قال أنه سمع أبا الحسن عليه السلام أي الإمام الكاظم عليه السلام يقول: ما على أحدكم إذا دفن الميت ووسده التراب أن يضع مقابل وجهه لبنة من الطين. من الطين، الطين مصطلح يطلق في الفقه وفي الروايات الشريفة على طين قبر الإمام الحسين عليه السلام، فلذلك لا داعي إلى ذكر أنه طين قبر الإمام الحسين، أي أن هذا المصطلح هو مصطلح معروف في الروايات وفي الأحاديث الشريفة، أن يضع في مقابل وجهه لبنة من الطين ولا يضعها تحت رأسه. فهنا الإمام الكاظم عليه السلام علم شيعته بأن يضعوا لبنة من طين قبر الإمام الحسين مقابل وجه الميت. كذلك استحباب وضع تربة الحسين عليه السلام مع الميت في القبر، حيث ورد عن محمد بن عبد الله قال: كتبت إلى الفقيه عليه السلام، الفقيه إحدى ألقاب الإمام الكاظم عليه السلام، أسأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره، هل يجوز ذلك أم لا؟ يستشرع هذه المسألة بأن هل يمكن أن نضع مع الميت تربة الحسين عليه السلام أم لا يجوز، أو يعد ذلك مثلا بدعة؟ فأجاب: وقرأت التوقيع ومنه نسخت، يعني قرأ خط الإمام الكاظم عليه السلام، قال: يوضع مع الميت في قبره، أي أيد الإمام الكاظم عليه السلام سؤال أحد أصحابه وأيد ذلك وشرع استحباب ذلك. وكذلك روي أن امرأة كانت تزني وتوضع أولادها وتحرقهم بالنار خوفا من أهلها، لأنها كانت تخاف من الفضيحة، فلذلك كانت عندما تلد تحرق أولادها لكي لا يعرف أهلها بأنها كانت حامل، ولم يعلم بها غير أمها، أي أن أمها كانت تعلم بهذا الفعل الذي تصنعها بنتها. فلما ماتت دفنت فانكشف التراب عنها، أي أن الأرض رفضت أن تدفن هذه المرأة في جوفها ولم تقبلها الأرض، فنقلت عن ذلك الموضع إلى غيره فجرى لها ذلك، أي أن الناس الذين أتوا لدفن هذه المرأة نقلوها من هذا المكان الذي دفنوها فيها في أول مرة، نقلوها إلى مكان ثاني، ولكن في المرة الثانية أيضا الأرض رفضت أن تضع هذه المرأة في جوفها. فجاء أهلها إلى الصادق عليه السلام وحكوا له القصة، فقال لأمها، يعني بيّنوا للإمام أنها كانت تزني وكانت عندما تضع أولادها تحرقهم بالنار، فقال لأمها: ما كانت تصنع هذه في حياتها من المعاصي؟ فأخبرته بباطن أمرها بهذا الأمر الذي كان الناس يجهلونه، فقال عليه السلام: أن الأرض لا تقبل هذه لأنها كانت تعذب خلق الله بعذاب الله، عذاب الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة هو النار. فيقول الإمام الصادق بأن هذه المرأة كانت تعذب خلق الله وهم أولادها، كانت تعذبهم بعذاب الله الذي هو مختص بالله سبحانه وتعالى وهو النار. اجعلوا في قبرها شيئا من تربة الحسين عليه السلام، ففعل ذلك فسترها الله تعالى.
بفضل تربة الإمام الحسين عليه السلام الأرض قبلت أن تضع هذه المرأة في جوفها. كذلك من إحدى الاستحبابات التي وردت في هذا المجال استحباب خلط تربة الحسين عليه السلام مع حنوط الميت، فقد ورد أيضا عن محمد بن عبد الله قال: كتبت إلى الفقيه عليه السلام، أي الإمام الصادق إمام الكاظم عليه السلام، أسأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره، هل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب: قرأت التوقيع ومنه نسخت، وهو تكملة الرواية التي قرأناها قبل قليل، يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه إن شاء الله. كذلك استحباب الكتابة على الكفن بالتربة الحسينية المقدسة، فقد ورد أيضا رواية عن الحميري قال: كتبت إلى صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف أنه روي لنا، يسأله عن هذه الرواية مدى صحة هذه الرواية، يقول: روي لنا عن الصادق عليه السلام أنه كتب على إزار ابنه إسماعيل عندما مات، قد كتب على كفنه يشهد أن لا إله إلا الله، الإمام الصادق كتب على كفن ابنه أن إسماعيل يشهد أنه لا إله إلا الله، فهل يجوز أن نكتب مثل ذلك بطين القبر أم غيره؟ يعني هل يجوز أن نكتب هذه العبارة بطين قبر الإمام الحسين عليه السلام أو لا يجوز ذلك؟ فأجاب: يجوز ذلك، أي الإمام الصادق عليه السلام أقر، الإمام الصادق عليه السلام روى هذه الرواية، والإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف أقر هذه الرواية. هذا بالنسبة للتغييرات التشريعية. بالنسبة للتغييرات التكوينية، أن أيام زائرية الإمام الحسين عليه السلام بعد شهادة الإمام الحسين، وهذا الأمر كان مختصا بزواره، أن أيام الذي يأتون فيها إلى زيارة الإمام الحسين عليه السلام ويرجعون فيها إلى بيوتهم وإلى ديارهم، هذه الفترة لا تعد من آجالهم، حيث أن الله سبحانه وتعالى بالأصل العام جعل لكل إنسان أجلا معينا، وكلما الإنسان يعيش يوما ينقص من ذلك الأجل، ولكن وكما يقول الإمام الحسين عليه السلام في ذلك: يا ابن آدم إنما أنت أيام، كلما مضى يوم ذهب بعضك، أي الإنسان كلما يمر عليه يوم ينقص من أجله، ولكن الله سبحانه وتعالى غير هذه القاعدة التكوينية بأن جعل أيام زائرية الإمام الحسين عليه السلام لا تعد من آجالهم. فقد ورد عن الإمام الرضا عليه السلام عن أبيه الكاظم عليه السلام قال: قال الصادق عليه السلام إن أيام زائرية الحسين بن علي عليهم السلام لا تعد من آجالهم. وكذلك وردت رواية عن الإمام الباقر والإمام الصادق قال: إن الله تعالى عوض الحسين عليه السلام من قتله أن جعل الإمامة في ذريته والشفاء في تربته وإجابة الدعاء عند قبره، ولا تعد أيام زائريه جائيا وراجعا من عمره، يعني الفترة التي يأتي فيها إلى زيارة الإمام الحسين ويرجع إلى بيته هذه الفترة كلها لا تعد من آجالهم. وهذه الرواية ترد هذه الشبهة التي تقول بأنه الشيعة يضيعون وقتهم ويضيعون أعمارهم ومشاغلهم بالإتيان إلى قبر الحسين عليه السلام، وقد يكلفهم ذلك أسابيع مثلا معدودة وأشهر معينة. هذه الرواية ترد هذه الشبهات وتقول لهم بأن هذه الأيام لا تعد من آجال زائري الإمام الحسين عليه السلام. جعلنا الله وإياكم من زائري الإمام الحسين عليه السلام في الدنيا، ومن فائزين بشفاعته في الآخرة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.